السلام عليكم. حسب ما صادر محلي بولاية ديجل، فقد تم العثور على جثتين هامدتين لشخصين داخل سيارة سياحية، وحسب ذات المصادر فإن الحادثة والتي وقعت بالقرب من وسط مدينة القاهرة حين تم اكتشاف وجود الجثتين، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 28 سنة وفتاة تبلغ من العمر 22 سنة، كانت داخل سيارة سياحية قبل تحويلهما إلى مستشفى مجدوب السعيد بالقاهرة. وقد تعود أسبابها الرئيسية إلى الاختناق المفاجئ للضحيتين نتيجة البقاء لساعة طويلة داخل المركبة مع استعمالهما للمكيف. هذا وبشرت المصالح الأمنية والقضائية في فتح تحقيق معمق لمعرفة والكشف عن الأسباب الحقيقية للحادثة. وللعلم فإن السيارة كانت مركونة داخل مرآب لأحد الخواص. إن لله وإنا إليه راجعون.